السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه توين سترينجرز، فكرته حلوة إن أنت بترفع صورتك، وهو بيدور في الصور كلها على أكتر شخص يشبهك، وبيقول لك أه في شخص أو شبهك بنسبة مقدار كذا، تمام؟ زي ما أنت شايف في شبه كبير جدا. طيب، في أحد الأصدقاء رفع الصورة بتاعته واكتشف إنها بتتحفظ على السيستم، وإن يعني ممكن حد ياخد الصورة أو هو عايز يلغيها من على الموقع. طيب نلغيها إزاي؟ دخلت انا على الموقع اهوت، ده الموقع المفروض ان انت بترفع الصورة بتاعتك. طيب لما جيت ابص هنا مش مديني امكانية ان انا الغي الصورة، تمام؟ فان انا الغي صورة لوحديها دي مش، يعني انا ما شفتش الخيار ده، ممكن يكون موجود لكن انا مشفتوش. هو فعلا في ناس في شبه. طيب انا عايز الغي الصورة، طيب اعمل ايه؟ اروح بقى على ماي اكونت، تمام، واقول له ديليت ماي اكونت. لو لقيت اختيار ان انت تلغي الصورة الغي الصورة، لو ما لقيتش ممكن تروح لاغي الاكونت كله، وساعتها هو كاتب لك كده. لو انت لغيت الاكونت كل المعلومات بتاعتك هتتحذف من السيستم بتاعه، فده الحل الوحيد ان انت تلغي الاكونت، الا لو في حد من الاصدقاء لقى طريقة ان هو يلغي الصورة من غير ما يلغي الاكونت. ماشي، لو لغى الاكونت مش مشكلة، هو موقع اصلا مش مشهور ولا حاجة خالص. فدي الطريقة اللي انا لقيتها عشان نلغي الحساب بتاعنا، تمام.